بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا، نرحب بكم في خط من خطوط المواجهة الأمامية مع المخدرات، وخندق من خنادق الصمود في مواجهة المخدرات، وهو مكتب تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بطرابلس. هذا المكتب الذي يحمل على عاتقه عبء مواجهة ومكافحة المخدرات وجرائمها، اليوم في عرس احتفالي بضبط كمية كبيرة تقدر بمليون ومئة وخمسين ألف قرص من الأقراص ذات القدرة التدميرية الهائلة، وهي الأقراص المخدرة المهلوسة بفضل الله سبحانه وتعالى، وتم بفضل جهود المخلصين الغيورين البواسل من أعضاء مكتب تحريات الإدارة بطرابلس بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبعد عناء جهد تتبع استمر لأشهر واجه فيه الحقيقة الشباب يعني صعوبات كثيرة وعراقيل كثيرة للإحاطة مشكلة من المشاكل، وهي انتشار الأقراص المخدرة التي غزت طرابلس بشكل غير معهود وغير مسبوق. هذا الموضوع عرق الشباب في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكتب تحريات الإدارة، وبناء على هذا الوضع تم وضع خطة أمنية من خلال التعاون مع بعض الأعضاء المتميزين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبعض التوار الذين اندمجوا وانضموا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكتب تحريات طرابلس، وبدأ في رحلة تتبع لمعرفة مصادر إغراق سوق المخدرات بهذا النوع من المخدرات، والحمد لله كللت الجهود بالنجاح. طبعا أطوار القضية بدأت من ضبط أحد الأشخاص المتورطين والذين تم متابعتهم والاستعلام عنهم والتحري عنهم، والذي يسوق ويروج للأقراص المخدرة، بعد ضبطه بكمين محكم بيع وشراء وضبط كمية من المخدرات معه، واعترف بأنه يأخذ في هذه المخدرات أو يستلم فيها أو يتاجر فيها مع شخص آخر هو الذي يوردها إليه. تم ضبط الشخص الآخر في كمين أيضا، وتم ضبط كمية من المخدرات معه، والشخص الآخر وهو الثاني اعترف بوجود شخص ثالث في صيدلية يمتهن الصيدلة، تم ضبطه أيضا وبحوزته كمية من المخدرات، اعترف بأن هذه المخدرات تسوق لهم من تونس الشقيقة بواسطة شخص ليبي يملك شركة لتصدير واستيراد البضائع ومن بينها الأدوية. اللي نبي نأكد عليه أن هذا النشاط غير عادي، زي ما تشوفوا هذه الكميات من النقود وهي تتجاوز ماني عارف عشرات الآلاف من الدينارات تم ضبطها في هذه القضية. وللعلم الحقيقة والدينين نبي نأكد عليها، أن شباب المكافحة اللي ما خلصوش من ثلاثة شهور، شباب المكافحة اللي عانوا من ضائقة مالية حقيقة يعني شأنهم شأن الليبيين، أبت أنفسهم وثقتهم إلا أن يسلموا هذه المبالغ المالية ضمن أطوار هذه القضية تحت سلطة النيابة، ولم يتقاضوا منها درهما ولا دينارا ستسلم إلى النيابة تحت حوزتها. وهذا موقف طبعا مشهود لمكافحة المخدرات ولشباب المكافحة الطيبين الأنقياء المخلصين، أو الأموال تشوفها كان بالإمكان الاستفادة منها، كان الإمكان أخذها، كان الإمكان إخفائها، ولكن هذه الأمانة هذا جزء، وهذه أموال الحرام، يعني لا تثمر أموال الحرام، ما جمعوه هو الآن موجود الآن أو جزء مما جمعوه، وسيكون تحت سلطة الدولة الليبية وتتصرف فيه الدولة الليبية. وهذا ما يؤكد مصداقية عمل المكافحة ورجال المكافحة، هم رغم كل ما يشاع عنهم طبعا هذا غير صحيح. هذه الأموال، لو نجول الأدوية، هذا ما يعرف بالكوتشا في لدى الليبيين، هذه الكوتشا احنا نسموها الروج المطور، هذه الأدوية من الخطورة بمكان، هذا الروج اللي هو قطرة يعني قدرة التدميرية على العقل البشري وعلى دفع الإنسان لارتكاب الجرائم والمفاسد غير عادية وغير مستوعبة. ما يحدث الآن من جرائم في الشارع الليبي، سطو مسلح وقتل واغتصاب وشدود وانتهاك حرمات وعنف أسري وعنف الشارع وعنف لفظي وتعدي وانتحار، كله بسبب هذه الأدوية الممنوعة. هي صحيح ذات استخدام طبي للأمراض العقلية والعصبية، ولكن إساءة استخدامها تؤدي إلى كوارث. ما يوجد الآن في الشارع الليبي هو سبب هذه الأقراص وهذه القطرات وهذه الحبوب. هذا الروج، هذا الشريط،
زي ما تشوف، هذا يدير في كارثة، هذا يدير في كارثة في الشارع الليبي. يعني شوفوا 1,150,000 قرص، كم جريمة بترتكب، كم حرمة بتنتهك، كم سطو مسلح وكم قتل وكم تدمير للإنسان وللقيم وللأخلاق وللمتن وللمبادئ وللعقل بيحصل. تشوفوا هذه كلها صناديق مليانة، هذه كلها صناديق مليانة، هذه تشوفوها كلها، أو روفاتريل، هذه صناديق مليانة، هذه صناديق مليانة. هذا الصناديق ترامادول انجكشن، هذا من اخطر طبعا العقارات، العقاقير الطبيه اللي يساء استخدامها، وهذا مشتق مورفيني، خصائصه زي خصائص الهيروين، يعني اللي يتعود عليه ويتعاطى يعني خذ الهيروين، ومسبب كارثه في الاسره الليبيه، ومسبب كارثه في المجتمع الليبي. الارتان ايضا موجود، مع العلم بان هذه الادويه يعني اللي تم ضبطها ضبطت في منازل، يعني مما يؤكد النزعه الاجراميه لهؤلاء التجار، لهؤلاء المروجين. يعني هذه الصناديق كلها ضبطت في منازل، وضبطت في حوزه اشخاص لا علاقه لهم بالطب. هذا اولا. ثانيا، لابد ان ننبه حتى المسؤولين، هذه الادويه حتى وان وجدت في الصيدليه فمن حق المكافحه ان تضبطها وان تحيل كل من يتاجر فيها الى النيابه، وان يقام عليه القانون، وان يقام عليه الحد، لان هذه الادويه تصرف بتحفظ شديد، تصرف بناء على وصفه طبيه، تصرف وتجلب وتستورد برخصه دقيقه جدا جدا وبالعدد. يعني ماهيش ادويه سهله، ماهيش ادويه عاديه، اساءة استخدامها تؤدي الى كوارث نفسيه للشخص، تؤدي لتدمير الشخص، تؤدي الى الجريمه، الى المفاسد، الى الردائع. انا نحب نحيي هذه الجهود اللي تبذل رغم الصعوبات والمشاق والمتاعب والعناء، ورغم الاحباطات، ورغم يعني عدم تعاون المواطن، ورغم المقاومه اللي تحصل، لكن في دائما دائره خير، ودائما في خيرين، ودائما في وناس يعني مستعدين للتضحيه والفداء كرمه لهذا الوطن، ومن بينهم هؤلاء الاشاوس. رسالتنا الحقيقه من الاداره العامه لمكافحه المخدرات، نبغى نقول لاولياء الامور انهم ينتبهوا لابنائهم، يردوا بالهم على ابنائهم. هذه الحبوب بدو ياخذوا فيها حتى الصغيره في الابتدائي والاعدادي، وهذه اللي مسبب المشاكل. كل اب وكل ام لابد ان تنتبه لابنائها وبناتها، ايضا لابد ان ننبه بناتنا في الجامعات، بناتنا اللي يطلعوا وياخذوا في اشياء من المقاهي، هذه الحبوب يحطوا فيها لا طعم ولا لون ولا رائحه، يحطوا فيها في الاكل ويحطوا فيها في المشروب، وتسبب في مشاكل الاشخاص واحراجات، ويستهدفوا فيها بها بطهر بناتنا في الجامعات. وهذه يعني البنات الان تفيق وما تعرفش روحها وين، يعني بسبب هذه الاقراص. يعني أنا نبي نقول للأسرة وبنجدد أن هي ترد بالها. صحيح المكافحة قايمين بدور، رغم أن هذا الدور متواضع، لكن متواضع راهو بالاسم، لكن في القيمة راهي قيمة عالية جدا. ما يبذل في مكافحة المخدرات من عرق وتضحية ونكران راهو قيمة عالية جدا جدا، هم ينظرون لها هكذا، ولكن لأن الظروف الحالية ما تسمحش، لأن المواطن مش متعاون، ولأن غياب المعلومات وغياب الدعم لهذا الجهاز ولهذه الإدارة، فسبب الحقيقة نوع من الفراغ في الشارع. لكن المكافحة موجودين، يحتاجون فقط إلى دعم ودفعة قوية، ويحتاجون، هم لا يطلبون ترقيات استثنائية ولا أموال، وهي الأموال قدامهم تحت الأقدام، الأموال تحت الأقدام، هذه الأموال تحت الأقدام، هذه تحت الأقدام، هذا مستوى الأموال، هم لا يريدون هذه الأموال، هذه تبقى للدولة وللنيابة وتحت صلة النيابة. لكنهم يريدون التشجيع، يريدون الدعم المعنوي، يريدون الأخذ بيدهم، يريدون أن نعرف كيف تشتغل المكافحة. يعني لابد أن نقف جميعا مع المكافحة ومع جهود المكافحة. مشكورين قناة التناصح اللي عودتونا الحقيقة دائما بدوركم القيمي والأخلاقي والديني، وإحنا ممتنين لكم وشاكرين لكم.